طبعا على الهاتف استاذ شريف فؤاد المستشار الاعلامي والمتحدث الاعلامي للنادي الاهلي. مساء الخير على حضرتك يا استاذ شريف. مساء الخير كابتن محمد، تحياتي لحضرتك تحياتي حضرتك، يمكن الجماهير ولضيوفك ومشاهديك الكرام ولجمهور النادي الاهلي العظيم. اكيد ومبروك طبعا، لازم نبارك قبل ما نتكلم على البيان. مبروك للنادي الاهلي فوز مهم النهارده، وايضا مبروك ايضا لسيدات الطايره النهارده فوز مهم في اولى مبارياتها في بطوله افريقيا. يا استاذ شريف طبعا يعني فوز مهم ومستحق ومباراه رائعه ان شاء الله بنضع من خلالها يعني خطوه اولى في دوري المجموعات. نتمنى يا رب الخير للفريق الاول لكره القدم، ونتمنى بقى انه هذه الانطلاقه يعني تتوج بالبطوله الافريقيه التاسعه كابتن محمد. ان شاء الله يا رب بامر بدايه موفقه ان شاء الله. ان شاء الله. لكن تعليق حضرتك ويعني سبب صدور هذا البيان. الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي يعني جميعه بقياده الكابتن محمود الخطيب كان منزعج جدا من بعض الهتافات اللي خرجت من قله من جماهير النادي الاهلي فيها قدر من الخروج عن النص تجاه مؤسسه الدوله المصريه، بالاضافه لعدد الافراد يعني ربما لا يتعدى يعني اصابع اليدين اللي قاموا بالمحاوله للتواجد في مكان غير مخصص وقاموا بمناوشات مع اجهزه الامن. الحقيقه انه مثل هذه التصرفات حضرتك عارف كابتن محمد انت ابن النادي الاهلي متفضل في تقاليد وفي مواقف ثابته للنادي الاهلي يعني بتؤكد عليها وبتتوارثها الاجيال. اولا الاحترام والتقدير للجمهور العظيم اللي واقف دايما مع النادي ومع فرقه المختلفه في كل المناسبات المر منها قبل الحلو زي ما صحيح. رقم اثنين الحفاظ على امن وعلى سلامه الافراد وعلى يعني المنشات المملوكه لدفاع الضرائب في هذا البلد، بالاضافه للحفاظ على نسيج هذا المجتمع وعلى الدوله المصريه اللي بتبذل جهد كبير الحقيقه في اعاده بناء هذه الدوله والانطلاق الى افاق ارحب واوسع. صحيح. النادي الاهلي بيحافظ على حقوقه لكنه يرفض تماما اي خروج عن النص او تطاول من قبل البعض، وبالتاكيد عندنا قناعه في النادي الاهلي ومجلس الاداره في النادي الاهلي، لديه قناعه انه هذه المجموعه القليله اللي قامت بهذا الخروج عن النص يعني الحقيقه اثارت الدهشه والريبه في انواع. لدينا نفهم مين هم الاشخاص دول، هل هم فعلا جمهور حقيقي للنادي الاهلي؟ تواجدوا ازاي؟ وايه الهدف اللي هم عايزين يعملوه؟ المفترض ان دي مباراه احنا رايحين نفرح فيها ونسعد بفريقنا ونساند في اول يعني خطوه افريقيه. لو تشوف الاقبال والحزن اللي كان مرتسم على وجوه الجماهير اللي مش قادره تحصل على تذكره رغم انه كان في اليه الاداره التنفيذيه للنادي نفذتها على في ال5000 تذكره كابتن محمد، كنت الحقيقه يعني يتاكد ليك مره اخرى كم هذا الجمهور عظيم. يعني انما انه يبقى موجود 10 15 واحد يقوموا بالسباب او يحتكوا باجهزه الامن او يفسدوا المنشاه اللي هي مملوكه لينا كلنا مملوكه للجمهور المصري، فده الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي كان منزعج جدا من هذا الامر. وكابتن محمود خطيب وجه باعداد بيان بعد تشاوره مع الساده اعضاء مجلس الاداره يؤكد على رفض مجلس اداره النادي الاهلي، وهذا هو دأب النادي الاهلي وموقفه التاريخي رفضه لمثل هذا النوع من المحاولات والخروج عن النص، وتقديره للدوله المصريه ولقيادتها والحكومه المصريه ولكل اجهزه الدوله في ظل هذا الظرف الدقيق، وايضا تقديره للجمهور اللي بيتمنى عليه الحقيقه انه يلفظ مثل هذه العناصر حتى لا تسيء الى الصوره الجماليه الكبيره والى الجمهور النادي الاهلي العريض اللي هو بيمثل السواد الاعظم في الشعب المصري. ونرجع ندخل تاني في متاهه كابتن محمد انه هنلعب في القاهره ولا هنلعب احنا في احنا ما صدقنا يعني النهارده اول مباراه افريقيه منذ فتره في استاد القاهره استاذ شريف. يعني ف لا تتخيل يا كابتن محمد حجم الجهد اللي بذله الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي والاداره مع المسؤولين في الدوله والاجهزه الامنيه وتاكيدهم ان هم بيتحملوا المسؤوليه. يعني شوف ثقه النادي الاهلي في جمهوره كانوا بيؤكدوا، لان انت عارف الاجهزه الامنيه كمان بيبقى عندها مصادرها وعندها معلومات طبعا وبتكون متخوفه يعني من مثل هذه التصرفات، لانه في النهايه الامن عايز يحافظ على الـ على الـ على السلام الاجتماعي وعلى سلام الجمهور. النهارده شيء يؤلمنا جدا اصابه اي شخص يعني باي شكل، ده شيء يؤلمنا. احنا بالبيان ذكر زي ما حضرتك تفضلت ان احنا كنا نأمل في طي صفحه الماضي اللي هي صفحه أليمه طبعاً. وستبقى غصه في حلقنا جميعا وستبقى ذكرى أليمه يعني. احنا كنا بنحاول يعني النادي الاهلي حريص على انه يفتح صفحه جديده، على انه يعود جمهوره الى المدرجات، على انه يرسم بسمه على شفاه هذا الجمهور. اتكلم مع مجلس اداره في اقل من 90 يوم انجز انجاز كبير جدا،
في خطوات هائله كابتن محمود الخطيب في غضون ايام سيعلن عنها وسيقدم كشف حساب الجمعيه العموميه ولجماهير النادي على كل المستويات الاجتماعيه والرياضيه والثقافيه والانشائيه حتى. وبالتالي لما تيجي محاولات من قله الحقيقه موجوده وسط الجماهير فده شيء. والغريب ان انت يعني كسبان كمان يعني الحدث ده حصل واحنا كسبانين، فيعني ايه السبب؟ هي دي المشكله اللي علامه استفهام اللي بتبقى هو ده اللي بيزيد الموضوع استغرابا ودهشه. يعني نتمنى انه زي ما قلت لحضرتك السواد الاعظم من الجماهير هذه الاشخاص اذا كانت معروفه بيها تنفضل يعني ما يتواجدوش معاهم بشكل او باخر، لان احنا ثقتنا وتقديرنا لجمهورنا عظيم جدا، هذا الجمهور يحرك الصخر. والحقيقه انه ما فيش جمهور عظيم بهذا الشكل يعني الحقيقه على مر يعني السنوات، يعني انا شخصيا لم ارى جمهور يدين بحب وبولاء وانتماء لناديه كما جمهور النادي الاهلي حقيقي. فبعض العناصر انها تسيء الى هذه الصوره الجماليه الرائعه للنادي الاهلي العظيم والعريق، هذا شيء مرفوض الحقيقه رفضا باتا. والله يا استاذ شريف يعني نتمنى ان يعني ما يحصلش كده تاني، لان يعني فعلا هو جمهور كبير، جمهور عظيم، احنا بنتكلم في ملايين ملايين الاهلاويه اللي متواجدين في مصر وخارج مصر، اكيد بيحبوا النادي ده. واثناء تواجدهم احنا بنشوف لما بنسافر الامارات، بنسافر اي جزء في الوطن العربي، قد ايه الامور بتبقى سهله وبسيطه. ما ينفعش نبقى احنا في بلدنا وبيطلع مجموعه كده تبوظ لنا الحاجات الحلوه اللي احنا بنسعد بيها، اللي هو دائما مكسب النادي الاهلي يعني مكسب جميل قوي النهارده وبدايه موفقه. ما ينفعش ابدا يبقى الشكل ده كان موجود يعني حقيقي. استاذ شريف يعني انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا استاذ شريف فؤاد المستشار والمتحدث الاعلامي للنادي الاهلي.